اهلا وسهلا ومرحبا متابعينا قناه اش ام تي في نيوز. اليوم كنستضيفوا معنا الطالعي السي بوشعيب. السلام عليكم سي بوشعيب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سي بوشعيب من انتم؟ بوشعيب الطالعي من مواليد الدار البيضاء 51 شارف شوية. رجل ديال المسرح، واحد 42 عام ديال تدريس المسرح، فيها 5 سنين متطوع و 37 عام كأستاذ معتمد رسميا. ما عمرك مثلتي المسرح سي طارق؟ مثلت المسرح تاعي وباقي كنمثل المسرح. مع من مثلتي الأساس كبار؟ أولا البدايات ديالي في أواخر الستينات السبعينات مع الأهرام اللي خلقات المشهد الفرجاوي في المغرب في بداية التلفزيون نواري بلان اللي كان منهم كنا كنديروا لا فيغوراسيون. حنا ديك الساعه يلاه بادين في المعد، انا واحد المجموعه ديال الاخوان كافي حبشي حميد بردان، كان استاذنا حميد بردان لانه هو اللي بصراحه استفدنا منه الكثير، علي الاصمعي، حسن فلان، واحد اخوان كتار. كنا حنا واحد العينه كنشتغلوا في الاعمال اللي كانوا كيقدموا كل من المرحوم محمد العلاوي، المرحوم عبد الطيب هلال، السي الاستاذ محمد الخلفي الله يشافيه ويطول عمره، المرحوم محمد الحريشي، صلاح الدين بن موسى الله يشافيه ويطول في عمره كذلك. هذه البدايات ديالنا في التلفزيون في السنوات الاواخر الستينات بدايه السبعينات. من بعد جات اعمال اخرى على مستوى الاحترافي، فيها مع طيب الصديقي، وهنا كنوقف واحد وقفه اجلال وتقدير للراجل اللي كان السبب ديالنا باش اننا نتحكم مع هذا الهرم هذا اللي هو الطيب الصديقي. الراجل اللي كان سبب هو المرحوم احمد السعري الله يجزيه عليه الرحمه، لانه عرفنا كطلبه هاد النخبه اللي قلت لك فيهم حتى داريس عبد الرحيم هو نسيته، عرفنا بالاستاذ الطيب الصديقي. والطيب الصديقي اللي بصراحه انه كان مدرسه، يعني الا بغيتي تقول المستوى، احنا كنا في المستوى الابتدائي وهو المستوى العالي. الرجل اللي يعني في ذاك الظرف الوجيز اللي اشتغلنا معاه عرفنا اشياء كثيره ضافت داك الشيء اللي عرفناه في المعاد على يد الاستاذ احمد السعري الله يرحمه والاستاذ احمد طيب العلاج الله يرحمه. من بعد السعري انا اللي خدت المشعل من بعد التخرج ديالي في 75. كان الاشكال اللي كان مطروح كان التاطير لهذاك القسم او هذيك الشعبه في المعاد. فجات واحد الفرصه ديال انه واحد بوست تيتولار، يعني اولا طوعت لمده 5 سنوات من 75 ل 80. في 80 جات فرصه ديال بوست تيتولار وفزت به، ومن ثم حتى بالضبط 19/9/2017 جراو عليا. علاش؟ لان جات واحد العبقريه مرا طرد تعسفي. يعني جات واحد المراه نابغه لدرجه ما كتفهم والو، ودارت اللي بغات في الميدان قطاع التعليم الفني. ومن بعد كانوا لا ما كاينش فيها الاعتراف. جات ودارت اللي بغات وجرت عليا، ولكن كانت سبب ان الله سبحانه وتعالى بغاني، جعلني سبب انني نفرض وعن طريق الخطا الصفه الكامله لاستاذ التعليم الفني اللي هو على المستوى الجماعي ديال مدينه الدار البيضاء. والحمد لله والشكر لله، كان الفوز يعني النصر المبين عليها وعلى ربعتها. باقي دابا كاين شي علاقات العلاقات ما عمرها غتنتهي حتى يرث الله الارض ومن عليها. العلاقات باقا والابداعات ان شاء الله، نظرا دابا كنمر بظروف صحيه شويه صعيبه، ولكن الاعمال موجوده، الابداعات موجوده. نهار ان شاء الله نستجمع القوه ديالي راني
كنت أستاذ وباقي أستاذ، وكنت مبدع وباقي مبدع وغادي يبقى مبدع وأستاذ. هاد الممثلين اللي عندنا اللي طالعين دابا، شكون هما الممثلين اللي قراو عندك مثلا؟ اللي قراو عندي خصهم هما يقولوا شكون اللي قرا عندي، حيت كاين بعض الناس منهم الكثير انه ما كيرضاش يقول قريت عند الطالعي كثير. عندهم داك المرض تاع العظامه، كاين اللي صيفطوا ماني يديروا رافي غير عند الصديق يقول لك على باش الناس يطالعي. خلينا نكمل كاع هذه النقيطه. انا جاي لحسن الفد، انا جاي لحسن الفد، جاي لحسن الفد ونقول لك كاين واحد المجموعه صيفطوا ماني كيديروا رافي غير عند المرحوم طيب الصديق، وملي كيجيو الاستجوابات كيقول لك احنا قرينا عن طيب صديقي وعن عفيفي الله يرحمهم جوج، ما كيجبدوش طالعي، ولكن انا ما محتاجش لواحد ما مربيش على ثقافه الاعتراف انه يعترف بيا. انا كيعترف بيا الوزن ديالي داخل الساحه احب من احب وكريم من كريم. بالنسبه لحسن الفد، حسن الفد هذاك الانسان اولا راه مثقف، مثقف، الثقافه كتلعب دور كبير في 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 لا التربيه، في التربيه، في التربيه، في التربيه، لان الانسان ملي كيكون مثقف ومربي راه كيعرف ما عليه وما عليه، ما عليه وما عليه. حسن الفد انا فخور ان حسن الفد يقول قريت عند الطالعي، وانا نقول ان حسن الفد ماشي قرا عندي، تعاملت انا وياه، تعاملت انا وياه، يعني كانت واحد لا كومبليمونتاريتي بيناتنا. حسن عنده شي حاجه اللي كنكملها لي انا، وهذيك الحاجه اللي عند حسن راه بطبيعه الحال انها عطاتني انا كيفاش نخدم مع حسن. كتبع الاعمال ديال حسن في الدراما ديالك؟ كنتبعها. اشنو هما الحوايج اللي كيعجبوك والحوايج اللي كتكون فرحان بهم انك كتشوف واحد من التلاميذ ديالك؟ انا كيعجبني حسن ما كيتكررش، حسن ما تتكررش، وحسن عنده ديك الفكاهه ديالو، عنده داك الليمور اللي هو نوار، وعنده حتى كاع الا بغى زعما يمشي غير بالفكاهه بالمفهوم اللي هو متعارف عليه عند الكثير من الناس، كيكون عنده هادف، والمواضيع كيف كيجدد المواضيع كيجدد حتى هو، ما كتشوفش حسن هو حسن في هذه في هذه في هذه، كتشوف حسن اليوم حاجه وغدا كتشوف حاجه. بار كونتر في بعض الاعمال الرمضانيه ولا غير الرمضانيه كاينين الناس اللي كيتكرروا كيعاودوا نفوسهم، وهذا خيب، وهذا المرض ديالو، يعني المرض السبب ديالو، المرض بالدال ماشي بالضاد، المرض ديالو بالدال هو ان ديك النقابه، ديك المساله ديال انك دير النقابه في العمل، تلعب اللي بغيتي وتخرج تخدم مع المخرج اللي بغيتي، ما كتعطيش واحد التنويع، كتعطي داك التكرار، ان الانسان يكرر نفسه سواء على مستوى الاخراج ولا على مستوى السيناريو ولا على مستوى التشخيص. يعني تقول لنا على الوليدات اللي طالعين الجداد اللي كيديروا معهم؟ الوليدات مزيان مزيان، يعني كتهتم بالاختيار ديالهم بلا ما يقراو المسرح ولا يقراو التمثيل؟ لا شوف، حيت الاختيار ديالهم من التيك توك بالفيسبوك. انا غادي نقول لك واحد القضيه، المسرح كاين فرق ما بين المسرح وما بين ما هو مصور، تلفزيون ولا سينما. علاش؟ لان التلفزيون والسينما كيعتمدوا على الوجه، المسرح كيعتمد على الكفاءة وعلى المهنية وعلى يعني الموهبة وعلى التقنيات ديال التمثيل. علاش؟ لأن هذا المسرح فن مباشر، فن مباشر. السينما والتلفزيون لا، كاين الواسطة بينك وبينهم، كاين ليكرا، كاين الاكرام. الى اخطاتي كيمكن لك تعاود المسرح، الى اخطاتي سير فحالك، راه ما طيش البيض تبعك. هذا هو الاشكال، هذا هو الفرق بينهم. طالعين تعرض عليك دابا انك تمثل؟ نمثل، ولكن نعرف اش غنمثل. انا ماشي حريره، ماشي رمضاني،
انا خصني العمل اللي هو يهضر عليا ماشي نهضر عليه. ان العمل يقول اداني الطالعي ماشي الطالعي ادال. بغيت واحد الاضافه هو انه بغيت نوجه واحد النداء للمسؤولين على مستوى مدينه الدار البيضاء. ها العار ها العار ها العار الى ما عيدوا النظر في هذا المستوى باش غادي التعليم الفني على المستوى الجماعي لمدينه الدار البيضاء. التعليم الفني على المستوى الجماعي لمدينه الدار البيضاء بالضبط، ما كندويش على مستوى المغرب. راه المستوى نزل، كاين كارثه، كاين 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 يعني فيه الامور مسنده الى غير اهلها، الامور مسنده الى غير اهلها. يعني كاين بعض الناس اللي هما ايه راهم عندهم علاقه بالتعليم الفني، ولكن علاقه بالتدبير ديال التعليم الفني التدبير غادي ديكتاتوري حسب المزاج، والشغيله ديال قطاع التعليم الفني كتاكل العصا.